مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقات جمال الصحة. في هذا البرنامج بتكلم فيه عن امور بتهم صحتك وصحة العائلة، كل شيء ممكن تشعر انه بمسك. عشان هيك احنا بنسمع دائما لجمهورنا على كنار تي في، بنسمع شو اللي بدهم اياه، عن ايش بدهم يحكوا، وعن ايش بدهم ايانا نستضيف خبراء او اطباء بالمواضيع الطبية اللي بدهم يعرفوا عنها. لذلك لا تبخلوا علينا بالأسئلة، لا تبخلوا علينا بالأفكار تبعتكم، واسألوا تشجعوا، لأنه إحنا موجودين عشان نفيد الجميع. اليوم في رحابنا وفي مضاربنا صديقنا العزيز اللي مش أول مرة بيطلع على قناة كنار، الدكتور أحمد. أحمد أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك دكتور جمال، مشكورين على الاستضافة. حبيبنا دكتور وشرفتنا دكتور، أخصائي أليرجي، أمراض حساسية باللغة العربية، يمكن يكون عذرونا على الترجمة، حنحاول قدر المستطاع. حتى عنوان الحلقة كان في ديبيت قبل الحلقة على الموضوع، حنحكي ليش. عنده عيادة اسمها كناتا أليرجي كلينيك، موجودة في مدينة أوتوا. طبعا بيعمل في كندا منذ مدة طويلة، ولكنه يتكلم اللغة العربية، وهذا شيء مهم جدا للناس اللي بدها تعرف أكثر. عشان هيك اليوم احنا مستضيفينه. أهلا دكتور، أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور معلش صوتك بعد، ولا أنا صوتي واضح؟ أنا صوتي واضح، صوتك واضح. أوكي طيب، الموضوع اليوم موضوع شوي شائك، هو فرق بين حالتين. الحالة الأولى اللي هي مرض الحساسية أو حالة الحساسية اللي بتصير عند الناس، والشيء الثاني اللي هو food intolerance، اللي إحنا يعني اعذرونا إذا ترجمناها بالخطأ، هي عدم القدرة على هضم الطعام، عدم القدرة على تحمل الطعام، أو يعني الكلمة شوية مش جاي معناها، بس اللي بنحكي عنه الفود انتوليرانس. واليوم الدكتور حيشرح لنا الفرق بينهم، شو الطرق اللي بنقدر نتعلمها في هذا الموضوع. دكتور خلينا نبدأ في موضوع نعرف شو هو الحساسية وشو هي الفود انتوليرانس، عشان الناس تكون معنا واضحة من البداية. أنا هحاول أستعمل مصطلحات علمية قدر الإمكان، يعني بكمية بسيطة، ونشرح أكثر بالعربي حتى الناس تفهم أكثر. الحساسية بالمفهوم السيء أو المخيف أو اللي إحنا بنقدر نعملها فحوصات، هي الحساسية بسموها تايب 1 أو النوع الأول، إنه في حوالي 4 أنواع من طريقة التحسس في الجسم لأي شيء. النوع الأول بسموه باللغة العلمية IgE mediated، فإذا الواحد سمع مصطلح IgE، الـ IgE هذا هو الجسم المضاد اللي بيحارب أشياء معينة، مثل البولن تبع الأشجار، مثل الدست، مثل الأكل، مثل قرصات أو لسعات الدبابير أو النحل. الـ IgE هذا إذا طلع في الجسم ضد شغلة معينة هو اللي بيعطي أعراض الحساسية. الحساسية هاي بتكون بشكل عام على شكل اللي بيسموها باللغة العربية الفصيحة الشرية، أو بالإنجليزي هايبز، اللي هي بتطلع مثل الموسكيتو بايتس، مثل قرصات الناموس أو الهسهس، بتكون مرتفعة عن الجلد وبتحك كثير. الحساسية بتظهر خلال تقريبا دقائق لحد ماكسيموم ساعتين من الشيء اللي سببها. يعني إذا واحد عنده حساسية مثلا للفستق، بيأكل الفستق من هون أو البينات بتر، بتطلع الأعراض خلال دقائق، أقصى حد خلال ساعتين، وبتروح خلال ساعات برضو، يعني ما بتضلها أيام. هذا هو التعريف، يعني طريقة شرح الحساسية للناس ببساطة. بالمقابل الانتوليرانس أو عدم التقبل أو عدم التحمل، إحنا بنحكي عن أعراض اللي ما بتطلع مباشرة، ممكن تطلع بعد 8 ساعات، بعد 12 ساعة، في بعض الناس بعد يومين ممكن الانتوليرانس يبين عليه لشغلة معينة. والأعراض ما بيكون فيها لا الشرية، لا الهايبرز اللي مثل الموسكيتو بايتس، ولا بيكون فيها مثلا تورم بالشفايف، ولا ضيق نفس، ولا صفير، ولا أعراض شديدة اللي ممكن تحتاج الإبيبن اللي هو الإبرة اللي بيعطوها. بتكون الأعراض مثلا مغص، زيادة غازات في البطن، عند البعض صداع، عند البعض صعوبة في النوم، عند البعض حتى ممكن تصل لدم في البراز، يعني شغلة كبيرة ومهمة مش حساسية، ستيل بظل اسمها انتولرانس. طبعا في شغله ثالثه، احنا لو هنعقد الموضوع اكثر، في السنسيتيفيتي كمان، يعني عندك اليرجي مستقله وسنسيتيفيتي مستقله والانتولرانس مستقل.
لو حجيب مثال على كل واحدة عشان يعني كما يقال بالعربي الفصيح مع المثال يفهم المقال. الاليرجي مثلا بينت اليرجي، اذا واحد اكل فستق من الاطفال وعنده حساسيه للفستق، خلال دقائق لساعتين بيطلع عنده هايفز مثل الشري على الوجه وعلى الجسم، ممكن ينفخ الشفايف، ممكن يصير معه ضيق نفس، صفير، ممكن يستفرغ معها. وهي عاده يعني اذا وصلت لهي المرحله ممكن تحتاج الابيبن انجكشن اللي هي ابره الابيبن وروح على الطوارئ. هذه الاليرجي اللي هي برضه بالعربي بنقول حساسيه. السنسيتيفيتي مشكلتها برضه بتترجم حساسيه بالعربي، يعني ما شفتش ترجمه مختلفه عن سنسيتيفيتي عن اليرجي، الا اذا قلنا اليرجي حساسيه وسنسيتيفيتي تحسس، يعني هاي اجتهاد شخصي، بس انه كله بيترجم بالعربي حساسيه. السنسيتيفيتي مثلا اللي عندهم السنسيتيفيتي للجلوتين اللي هم مرضى السيلياك، السيلياك بقول لك ما بقدر اكل جلوتين او خبز، لكن هو فعليا ما عنده حساسيه للخبز، لانه لو اكل الخبز لا راح يطلع عنده هايبس ولا ضيق بالنفس ولا صفير ولا بيحتاج ايبيبن. فهي مش حساسيه فعليا بمفهوم الالرجي، لانه يعني ما راح تعمل هاي الاعراض. ممكن تعمل له مغص، ممكن تعمل له دم في البراز، ممكن تعمل له النمو يصير بطيء عنده، ممكن حتى تؤدي لسرطان في الامعاء في المستقبل. يعني لها اشياء سيئه، ولكنها مش يعني بنفس اعراض الالرجي اللي بنعرفها ولا بنفس السرعه. اقرب مثال عليها اللي هي اللاكتوز انتولرنس. الناس بقول لك انا ما بقدر عندي اشرب حليب. طبعا للاسف الناس برضو تيجي بتحكي لي عندي حساسيه حليب وبدي افحص للحليب. هي لاكتوز انتولرنس، حتى اسمها مش مكتوب فيه لاكتوز الرجي، لاكتوز انتولرنس، ما لهاش علاقه بالالرجي. هنا بيكون عنده انزيم ناقص في الامعاء، وهذا الانزيم لما ما يكون موجود هنا بصير عدم قدره على الهضم فعلا. يعني في هاي الحاله عدم القدره على الهضم هو التعريف الصحيح في حاله اللاكتوز انتولرنس. ما عنده الانزيم اللي حيكسر السكر اللاكتوز في الحليب، وبالتالي راح يعمل له مغص، راح يعمل له غازات، راح يضايق، ممكن حتى يؤدي للاستفراغ. وهذا حل انه ياخذ لاكتوز فري ميلك، يعني لما ياخذ الحليب اللي ما فيه لاكتوز ما بصير عنده مشكله. فالمشكله مش في الحليب، البروتين تبع الحليب هو اللاكتوز. فيعني مهم نميز بيناتهم، حنشوف بعد شوي ليش مهم نميز، لانه طريقه التشخيص لكل وحده مختلفه، البروجنوسيس او ايش راح يصير معها في المستقبل مختلف، درجه الخطوره مختلفه. كل هاي الامور يعني لازم تكون واضحه، لانه بتعمل اشكال على فكره حتى عند الاطباء. يعني انا بتجيني التحويلات مرات من بعض الاطباء هم نفس الشيء، يعني بيكون مخربط، يعني بيكون بعث لي واحد عنده سيلياك او شاكين انه عنده سيلياك على اساس انا افحصه الالرجي للقمح، رغم انه ما عنده الالرجي للقمح اصلا. يعني لو اكل خبزه ما حيصير عنده لا هايبز ولا يورام وشفايف ولا ضيق نفس. ف موضوعه مش عندي، ولا سكين تيست اللي بنعمله للالرجي حيفيده، حيطلع نورمال للويت للقمح بالرغم انه عنده تحسس للقمح مش حساسيه للقمح. اوكي دكتور، طيب هلا خلينا نحكي بصراحه، الموضوع الحساسيه يمكن اكبر من الاكل. موضوع الحساسيه ممكن زي ما حكيت يكون من شغلات حوالينا، الجو، الزهور، الاشياء كثيره، بس الفود انتولرنس بس مرتبطه بالاكل، صحيح؟ صح. ما في شيء وايف انتولرنس، ما في اخصائي ثاني اللي بيشتغل عليه هذا اخصائي ثاني. طيب معناها خلينا نحكي الان عن الفود الرجي والفود انتولرنس عشان نكون اوضح، انه مش كل الالرجي عشان ما. طيب الان انا اخذت لا سمح الله كشخص ما بعرف انا عندي هو انتولرنس او الرجي، اكلت هالاكله وصار عندي اعراض، كيف افرق بين اعراض الفود انتولرنس واعراض الالرجي؟ هل الاعراض بتكون دائما في الالرجي اقوى ام في الفود انتولرنس اقوى؟ انت حكيت شوي عن بعض الاعراض، بس لو بدنا نركز انا كشخص كيف احاول اني اعرف وين رايح الموضوع. بشكل عام في الالرجي لازم واحده من التالية يكون موجود، الهايبز والشريه وهي اكثر واحده موجوده، الاستفراغ بيحصل عند البعض بيعتمد على عمر الطفل او عمر الشخص اللي ممكن تصيب الادلتس، كمان الحك بالفم، ورم الشفايف، ورم في اللسان، ضيق نفس مع صفير، هذول هم الاعراض الرئيسيه. لكن طبعا بالمشكله بيصير مرات عندك تقاطع، لانه اعراض الانتولرانس اغلبها في الجهاز الهضمي، يعني ممكن يكون مغص، غازات، استفراغ، اسهال، ممكن عند البعض حتى صداع مثل المايجرين، ممكن عند البعض الاكزيما عنده بتصير اسوء. وعلى فكرة يعني هاي حنجي لها إن شاء الله في حلقة مقبلة عن الإكزيما إن شاء الله. إذا زادت على شخص ما إلها علاقة نهائيا بالفود أليرجي،
يعني برضو كتير بتجينا انه كل ما ياكل بيض مثلا الاكزيما بتزيد عنده، هاي مش معناها انه معناته عنده حساسيه للبيض، يعني زياده الاكزيما كمان مش من علامات الالرجي اللي هي هاي يعني اكبر مسكونسبشن بشوفه من مرضى الاكزيما لما بيجوا عندنا، بدهم يعرفوا ليش هو عنده اكزيما، انه مفكرين انه الاكل هو اللي عمل عنده هيك. حساسيه الاكل ما لها علاقه كسبب للاكزيما مباشرة، وهي بنحكيها ان شاء الله بالحلقات اللي جايه. فالاعراض حكينا انه مختلفه، ممكن يتقاطعوا، لان انا حكيت ممكن يصير استفراغ في الانتولرانس، ممكن يصير استفراغ كمان في الالرجي، بس الفرق الرئيسي عندي في شغلتين، انه عاده باكج يعني الالرجي ما بتيجي استفراغ لوحده، بيجي هايفز مع استفراغ، فما يجيني المريض ويقول لي لا هي شكلها انتولرانس، ما هو استفراغ كمان من علامات الانتولرانس، لا بس بدك تطلع على الباكج كلها انه اجى معاه هايفز، في اللحظه اللي فيه هايفز الشريه اللي هي مثل الموسكيتو بايتس على الجسم، نعم ضد الانتولرانس ولا مره بيعمل هايفز. باللحظه اللي انا عندي هايفز احتماليه الالرجي هي اللي اقوى مش الانتولرانس. فالانواع السمتوم مختلفه. الفرق الثاني هو التوقيت. اغلب انواع الالرجي في العالم بتحدث خلال اول ساعتين، وعاده بتكون دقائق يعني، بس احنا تجاوزا بنقول لحد ساعتين، بينما الانتولرانس ممكن يظهر بعد 8 ساعات، بعد 6 ساعات الاعراض. هاي مهمة في التفصيل والتفريق بينهم، لأنه مرات بيجيك الشخص كالتالي: صحي الصبح معاه هايفز، الهايفز حكينا أنها مثل يعني أكثر شيء أليرجي بتعملها. طيب صحي الصبح هايفز، أنت أكلت شيء يعني الساعة 5 الصبح اتسحرت ونمت مثلا؟ لا أنا أكلت على 10 ونمت. طب هنا إحنا عندنا شرط ثاني حكينا أنه لازم خلال ساعتين. طب أوكي، معناته أنت مستحيل يكون عندك أليرجي، يعني أنا أكلت سمك على 10 وصحيت الصبح عندي هايفز. إيه؟ مش هو، اكيد مش هو، ما لوش علاقه. يعني انت اي شغله بتزيد عن الساعتين حط لي الالرجي لجنب، او بيقول لك انا اكلت في المطعم وخلال ساعه طلع عندي هايفز. حلو، هي اول شرط تحقق، يعني احتمال كبير عنده الالرجي، والهايفز ضلوا عندي 4 ايام. يا عيوني، ما احنا حكينا الهايفز بالالرجي ما بتزيد عن ساعات، يعني ان طارت يوم، فباللحظه اللي ظل عندك 3-4 ايام حط لي الالرجي كمان على جنب. يعني هي صدفه انه انت، ما هو انت بتاكل 3 مرات في اليوم، اي شغله ثانيه حتصيبك يا بعد فطور يا بعد غدا يا بعد عشاء، فكون الغدا حدث قبلها او العشاء حدث قبلها او الافطار حدث قبلها ما بيعني علاقه سببيه انه هاي هي السبب في هذا. فالباكج كلها في الفود الالرجي كالتالي: الاعراض لازم تكون من الانواع اللي حكينا عنها، الاعراض لازم تظهر خلال ساعتين، الاعراض ما لازم تزيد عن يوم، الاكل اللي عملت عندك هيك كل ما تاكلها لازم يصير هيك، مش انه والله عندي الرجي لسه قبل اسبوع جاني واحد، الا لما اكل موز بالشتاء ما بيعمل لي شيء، بس اذا باكله بالصيف بيعمل لي الرجي. ما بتركبش، يعني انت مش حيكون الرجي اثنين وجمعه وبقيه الاسبوع، لا، لازم يعمل لك الاكل هذا الرجي دائما، اي مره بتاكله لازم يعمل لك العرض. والشغله الاخيره انه اذا ما اكلته ما بصير عرض، لانه مرات الشغله بتكون هي صدف، بضلوا يجي هايفز لامراض اخرى. طبعا الهايفز مش بس الرجي، في امراض كثير بتعمل هايفز. فاذا الهايفز اجاك متكرر، ومره بعد الموز، مره بعد البطاطا، مره بعد الرز، مره بعد البيض، مره بعد الحليب، هذا اكبر دليل انه مش هو اللي عمله، لانه مش معقول انت فجاه صار عندك الرجي لعشر انواع اكل. ومش بس هيك، بتساله طيب بتاكل مرات بيض وما بصير شيء؟ اه باكل مرات بيض وما بصير، معناته يعني لشو جاي؟ معناته مش الرجي، انسى. فبيزعل الناس. انت طبعا تخيل انه في اليوم ممكن انا اشرح هاي الشغله 3-4 مرات، وتقعد نص ساعه مع المريض تحاول بس تقنع فيه انه حط لي موضوع الاكل لجانب، it is not food allergy. طب شو المشكله اللي عندي؟ ما هي اذا مش allergy مشكلتك مش عندي، هي المشكله الثانيه كمان. اضطر اشوف اخصائي لاشياء اخرى. فهاي الالرجي. الانتولرانس الان المنيح فيها الانتولرانس، نحكي في ايجابيتها، انها ولا مره بتموتك. الانتولرانس ما بتعمل انافلاكسس، ما بتحتاج ايبيبن، بس بتضايق. يعني واحد تخيل عنده مغص او غازات متكرره مع استفراغ او اسهال متكرر، يمكن كل اسبوع 2-3 وعلى سنه، وما حدا قادر يفيده لانه راح لاخصائي الجهاز الهضمي ما لقى اي عيوب في الجهاز الهضمي عنده، فبضطر يجي على الالرجي. طب ما هي مش الالرجي برضه، لانها انتولرانس. مشكله الانتولرانس انه صح هو ما بياثر على الحياه وموت، او انه يصير عند الواحد انافلاكسس ويحتاج ايبيبن، وما ولا مره بحتاج يروح طوارئ، ولكنه مزعج جدا وما في طريقه لفحصه. يعني سكن تيست اللي احنا بنعمله في الالرجي ببين لي اذا في الالرجي، بس ما في تيست للانتولرانس للاسف. وهنا بيجي بعض الناس برضو بدون ذكر اسماء، يعني وظائف معينه من الباراميديكال نسميهم، بيدخلوا على الخط وبصيروا انه يستغلوا انه الطب ما وجد طريقه للفحص، فبطلع لك بطرق يعني
ما لها علاقه بالعلم نهائيا، بقص لك الكتروماجنتيك فيلد حوالين ايدك وانت ماسك التفاحه اذا شاكك انك الرجل للتفاح او انتولرنس للتفاح، بخذ لك عينه من شعرك وببعثها لمختبر في امريكا ب $400 عشان اقول لك انت انتولرنت لشو. في فحص اسمه اي جي جي بلود تيست بفحصوه في اللابس في اونتاريو، انت ما بدك حتى تحويلهم من اي حد، فيك مريض تروح وتقول لللاب بفحص لي اي جي جي بلود تيست. طبعا هو بحكي عن الاي جي جي مش الاي جي اي، جاء الاي هو فعلا الالرجي صح، بس الاي جي جي اللي بفحصوه 350 اكله ب $350 يوم على هذا هذا الفحص هو وكلته بالسوا. يعني اللي بيجيني من المرضى مرات وحامل بشوف لما بيكون 350 اكله فبكون دفتر معه، بكونش معه ورقه عليها النتيجه. اول ما اشوف الدفتر اياه بقول له يعني هذا فحص الاي جي جي، بقول لا حاب اوريك اياه، ولا ما حشوف لانه ليس له قيمه. كل غلط فيه تحتمل 50% انها صح 50% انها غلط. فانا بحكي دائما يعني خصوصا مع الاطفال بعرفش اذا كل الناس بيفهموها الكلمه هاي اللي هي فن العمله، يعني اعمل لك هيك بالفلوس تبعتك صوره كتابه احسن لك في البيت، ما هي 50 50 هي نفس الريزلت يعني، يعني الاكيورسي تبعته وفليبنج ا كوين از ذا سيم، فلا شو تضيع فلوسك على هيك شغله يعني. فهي المشكله يعني في ناس بتستغل حاجه الناس انه يعرفوا شو السبب. اذا لو حد يعني حنتقل يمكن للجزء اللي بعده بعد اذنك، انه طب الانتولرنس ما دام احنا ما فينا نشخص وصعب تعرف شو الاكل اللي عمله، لانه ممكن يظهر بعد 8 ساعات ممكن يظهر بعد يوم، انت خلال هذا اليوم اكلت لك يمكن 15 شغله. ايوه هاي المشكله انا بدي احكي بس هاي المشكله انه المريض صعب يحدد، وانا ما عندي تست اعمل اللي يخليه يعرف شو هو. فللاسف الطريقه الوحيده وهي مزعجه لكنها فيش غيرها لحد الان، انه انت كمريض تشك شو هو وتبتعد عنه على الاقل 4 اسابيع متواصله، مش 4 ايام ولا اسبوع، 4 اسابيع توقف هاي الاكله نهائيا. فواحدة من تنتين، يا الاعراض بتكمل معك معناته انسى انه هو السبب يعني، ومشكلتك تعند انه الاعراض لسه مكمل يقول لك انا حاسس انه هو، بس ما هو مش هو، ما هي الاعراض مكمل. هل ممكن دكتور يكون كومبينيشن من تو من شغلتين، انك انت لسه بتاكل شغله والشغله الثانيه امتنعت عنها؟ في هاي الحاله الاعراض حتخف اوكي لانه شلت واحد منهم. فاذا الاعراض ظلت مستمره انسى انه هو السبب، اذا الاعراض اختفت لا يعني برضو انه هو السبب. على فكره اذا الاعراض اختفت بيكون واحده من تنتين، يا هو السبب يا صدفه وقف معك بعد شهر. كيف تعرف انه صدفه او لا؟ بترجع تاكله مره ثانيه. فاذا اكلته مره ثانيه وخلال يوم او يومين رجعت الاعراض، هون بتعرف انه مستحيل يكون صدفه مرتين. يعني شو يعني هي ممكن تصدف بس واحد بالمليون. فاذا انت لما وقفت ارتحت ولما رجعت عليه رجعت الاعراض، اذا هذا الاكل عندك عدم تقبل له او انتولرنس، سميها اللي بدك اياه. المشكله مرات زي ما تفضلت حضرتك ممكن يكونوا فعلا اكلتين اللي عاملين انتولرنس. فهنا بعض الناس بيلجأوا لطريقه انه يضل يغير ويضل يجرب اكلات مختلفه. صعوبتها انه اذا بدي اجرب كل مره 4 اسابيع اوف 1 ويك اون، ممكن تاخذ معك سنه عشان تجرب لك 10 انواع اكل. الطريقه اللي شوي اشد واصعب بس اسرع، بس بفضل تكون هي بمراقبه دايتيشن، اخصائي او اخصائي التغذيه، هو انك توقف 6 اكلات مع بعض مثلا، 6 اكلات اللي انت شاك فيهم مع بعض ل4 اسابيع، وكل اسبوع ترجع واحد منهم بس. طبعا هذا اذا الاعراض اختفت، اذا انت وقفت الست كلهم ولسه الاعراض عندك انسى انه اي واحد من الست هو السبب. بس وقفت الست والاعراض اختفوا، هو انا رجع واحد كل اسبوع. فهي الحاله انت بتوفر على حالك وقت، بس سيئتها لما توقف 6 انواع اكل، فرضنا مثلا حليب وبيض ونتس وسمك وشلفش، طب ما انت شو ضل تاكل يعني؟ هون ممكن يسرعك تغذية، ممكن يصير خاصة إلى أطفال يعني بطء في النمو ونقص في الكالوريز. عشان هيك فضلت إنه اللي بيعمل الطريقة اللي يعني إكستنسيف نسميها، إنه بيعمل عدة أكلات مع بعض يوقفهم، هذا يفضل دايتيشن اللي يعطيه البديل خلال هاي. ولكن للأسف يعني هي فروستريتنج للأهل وللمرضى إنه ما عندنا إحنا جواب والله يعمل لي فحص دم وحيطلع، ما حيطلع. انا بدي اذكر الجمهور انه احنا انا شايف في اسئله عم تطلع، حطوا الاسئله كلها وان شاء الله حنجاوبها واحد واحد اذا ما كان الدكتور جاوبها خلال اللقاء. دكتور معناها انا بدي احكي كلمه واركز عليها شويه، انه الفود اليرجي قد تؤدي الانسان للشوك وبالتالي الى الوفاه اذا لم يعالج في وقتها بال 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 بالدواء الصح اللي هو الايبيبن واتيفر، اما او ما راح على الامرجنسي. اما في الفود انتولرانس عاده ما بوصل لهاي المرحله الشديده.
ما لازم يصلها نهائيا. ممكن يصل لمرحله شديده مثلا في الجفاف، انه والله اسهال شديد حيصير عنده جفاف، او استفراغ شديد جفاف، بس مش انه شيء لايف ثريتنينج انه ممكن يموت، لانه ما حيدخل في الجهاز التنفسي. الانتوليرانس لا بيعمل صفير ولا ضيق نفس. طب هل كل مشاكل الجهاز الهضمي هي التي تحدث بسبب الفود انتولرانس، ولا قد يصيب عنده مثلا غير الراشز احنا حكينا، مثلا يوصل عنده صداع، زغلله في العيون؟ في ناس مثلا في شغله بيسموها تشاينيز ريستورانت سيندروم، بقول لك اذا بياكل في تشاينيز ريستورانت بصير عنده شويه صداع، وجهه بيحمر وفلاشينج، وبصير يتعرق شديد. بس ضيق نفس، هذول بس، احمر وجهه عرق وبحس حاله متضايق. هاي اكتشفوا انه الصوديوم المونوسوديوم جلوتاميت اللي هي ماده بيضيفوها كثير في تعمل انتولرانس عند بعض الناس مش عند الكل، يعني حسب الجرعه. في ناس الكافيين بيعمل لهم هيك، وهي نوع من الانتولرانس الخفيفه. هذه يعني مستحيل تعمل الرجه حقيقيه وما لها فحص. فانا بحكي له يعني اذا انت 4-5 مرات اكلت نفس الاكل اللي فيها هيك او في المطعم وصار معك هيك، خلص ما تاكلهاش او براحتك. يعني في الالرجي احنا بنقول اذا اكلتها ممكن تموت، لازم توقف الاكل نهائيا. في الانتولرانس بصراحه يعني هي مش مكتوبه في اي كتاب، بس مني انا بحكيها مع المرضى، ومرات البعض بحبها ومرات البعض بتضايق منها. باختصار في الانتولرانس اذا بتحب الاكله اكثر ما بتكره الاعراض اللي بتعمل لك اياها، قال لك كل الاعراض اللي بتعمل لك اياها اكثر ما بتحبها ما تاكلهاش. يعني ما فيش شيء انا اعمل لك اياه، ما لها علاج. يعني انت حر، انت بنفسك. طب شو هي اكثر الاكل، يعني اكثر انواع الاكل او الشغلات اللي ممكن ناخذها تسبب انتولرانس؟ انت حكيت الكوفي ممكن يسبب، بس هل اكثر شيوعا؟ خلينا نحكي اكثر شيوعا عند الناس الحليب. لو الحليب هذا بحكم حسب الكلتشر، في كلتشرز اللي بيستعملوا الصويا كثير، الصويا كمان كومن. اوكي، استراليا فور انون ريزن الي، يعني الرز هاي اكثر في استراليا عن الدراسه، انه بياكل رز من هنا بضل يستفرغ. في الاطفال الاوت ميل، الاوت اللي هو الشوفان، برضه ممكن يعمل انتولرانس. الادلتس اكثر شيء بشوف عندهم الشيلفيش والفيش اللي هي السمك والقشريات، الجمبري والكلاماري، هذول اكثر شيوعا في الادلتس. بتلاقي اكل مثلا الجمبري بعد 6-8 ساعات، وهي رجعنا ميزة الانتولرانس عن الالرجي مش مباشره، بعد 6-8 ساعات مغص واستفراغ شديد، وممكن اسهال شديد، وممكن يحتاج يصل طوارئ لانه صار عنده جفاف زي ما حكيت، مش يموت بس بصير عنده جفاف. وهذا برضه ما قاله تيست، يعني بقول له اذا انت عدتها مرتين في ايام مختلفه ونفس العرض حدث بين 6-8 ساعات، انت كونفيرم الدياجنوستكس، يعني مش حتكون هالصدفه بس بعد اكله الشريم بصير معك هيك بين 6-8 ساعات. وللاسف هي ممكن تحصل لاي انسان في اي عمر، الي الك لاي انسان. يعني انت فجاه بتكون ماكل الشريم في حياتك 100,000 مره، وفجاه على عمر 45 اكلت شريم صار معك هيك. فالانتولرانس كان هابن تو اني ون ات اني تايم، حتى لو ماخذه 100 مره قبل. وما بالك في الـ في الـ في الـ في الجلوتين؟ كثير ناس، هل هو انتولرانس ولا هو شيء ثاني؟ حسب، انت بنحكي عن السيلياك ديزيز ولا عن اللي بيفكروا عالم عندهم جلوتين سنسيتيفيتي؟ انه في ناس بنحكي على الاثنين، لانه الجلوتين هي يمكن هلا الموضه اللي طالعه، يعني كل ما تروح مكان جلوتين. عن اللي ما عندوش شيء بس طالعه موضه الجلوتين. اذا عندك سيلياك ديزيز ذير از ا تيست فور ذس، لانها هي مش انتولرانس، هذه السنسيتيفيتي اللي قلت لك، يعني هي حاله بين الحالتين، لا هي الرجي ولا هي انتولرانس. مظبوط. في هنا انتي بودي طالع ضد الجلوتين في الجسم، بس مش من نوعيه الاي جي اي، وإله تيست في البلد، هذا الفاميلي فيزيشن بيعمله، يعني ما في داعي يروح لدكتور حساسية. وإذا طلع عنده هذا الأنتيبادي موجود للجلوتين، بيعملوا له بيوبسي من الانتستين من الأمعاء، بياخذوا خزعة وبشوفوا أثر الجلوتين في الأمعاء وبتشخص، هذا إله تشخيص. في ناس فعلا عندهم مشكلة في الجلوتين ومش سيلياك، بسموهم نون جلوتين اليرجي، نون سيلياك جلوتين سنسيتيفيتي، اسم طويل لانه قاعد بيستثني بالثانيات، بقول لك لا هو ولا هو سنسيتيفيتي، وبرضه فعلا بضايق. هذا بنرجع للحالة الاولانية، 4 اسابيع وقف الجلوتين، وات ايفر الاعراض اللي عندك، صداع، بتعرفش تنام، في ناس بيقولوا لي بحس فتيق وبحس حالي ما عنديش طاقة. طب ما هي ممكن يكون عندك فقر دم، ممكن يكون عندك مليون شغلة ثانية، يعني بس ليش دائما جمب انه الجلوتين هو اللي عامل لي؟ بس انا بقول لك ممكن الجلوتين صح تصدف. ف4 اسابيع وقف الجلوتين، نشاطك رجع، حيويتك رجعت،
ارجع كل جلوتين مرة ثانية، ردت نزلت معناته فعلا الجلوتين مش مناسب لك، بس ما حسميه حساسية ولا حعطيك إبيبن ولا عندي له فحص، يعني أنت طبيب نفسك في حالة الانتولرنس unfortunately، يعني ما في حد حيقدر يساعدك. أنا بدي أعتذر من الجمهور، أنا حكيت إنه الأسئلة حأخذها في النهاية، بس آدم بسألك سؤال. أيوة. أقول لك هل في شغلة اسمها sugar intolerance، يعني من الشجر العادي الأبيض؟ انتولرانس ممكن في ناس عندهم مشكله مع الفركتوز، في ناس عندهم مشكله مع انواع سكريات مختلفه، بس اللي بيشرحوه على طريقه والله انه من الشجر ابني عنده اي دي اتش دي، ولا الشجر بزيد اعراض الاوتيزم، ولا الشجر عامل له اليرجي. الشجر اليرجي لحد الان فيش حاله واحده في الكره الارضيه. يعني الناس اللي بيجوا علي بيقولوا لي الشجر عامل لي اليرجي، ده باكل شجر بورم الشفايف عندي ملوش علاقه. الشجر والسولت والكلوراين اللي في البركه هذا ما بيعمل الرجي. حيطلعوا لي ناس يسوي كل ما ادخل البركه بورم رجلي وبيحمروا. اريتيشن، دخلنا الان مصطلح رابع لسه، اريتنت. في اشياء اريتيت يور سكن، تعمل حك بالعينين واحمرار بالعينين وجلدك بصير يحك، بس مش الرجي لان الكلورايد ما في بروتين. ان جنرال الرجي اللي بيعملها بس البروتين، يعني السكر ما بيعمل الرجي، عشان هيك ما في لاكتوز الرجي، في لاكتوز انتولرانس. البروتين هو اللي بيعمل الرجي. واضح. هاي بشكل عام القاعدة، وبالتالي المينرالز المعادن ما بتعمل اليرجي إلنا بالأكل. يعني واحد يقول لي أنا اليرجيك للسكر ولا للملح، لا، بس انتولرانسز في أمراض بسموها أمراض استقلابية، ميتابوليك ديزيزز، هي ما لها علاقة بموضوع الاليرجي. الجسم إذا أعطيته السكر من هذا النوع بيعمل له إسهال شديد، عدم هي رجعنا عدم تقبل أكثر، ببطل يقدر يهضم الأكل، لا السكر ولا غيره، يعني بخرب الهضم كله. فهذول الأطفال اللي عندهم هيك مشاكل بيكون عادة نموهم بطيء، التطور تبعهم بتأخر في الجلوس في المشي إلى آخره، بيكون عندهم مشاكل استقلابية أخرى اللي هي الاستقلاب اللي هي الميتابوليك. بس هل هذا الفود انتولرانس ممكن بعد فترة يروح يعني لحاله؟ حسب الأنواع، اللاكتوز انتولرانس دائم بشكل عام إلا إذا كان نتيجة التهابات. انه مرات اللي بيحصل، حصل عند الطفل خصوصا في الاطفال، بيحصل التهاب في الامعاء، اسهال، الخلايا الطلائيه بسموها بالعربي الميوكوزا المغلفه للامعاء من الداخل بتنسلخ من كثر الاسهال، فالانزيم بيروح معها. هون بصيبوا لاكتوز انتولرانس لكم من اسبوع لحد ما الجسم يعيد بناء الخلايا. اول ما يرجع بناء الخلايا بكتشف انه فجاه صار فيها اخذ حليب عادي. لكن اللي بصيبه لانه نقص خلقي، يعني هو من الاساس ولد وما عندوش لاكتيز الانزيم اللي بيكسر، وهذا من البدايه بتبين معه من الفورميلا لما يعطوه اياها ما فيها لاكتوز، بيعطوه اياها بضله مسهول او بضله يستفرغ او بضله غازات وبتضلها مكمله معه. هذا نادرا ما تروح منه، خلاص بتضلها دائم. اللي مش حليب مثلا الفش والشلفش برضه عاده دائمه في الادلس، انها بتيجي على كبر وبتضلها. بس الانتولرانس لبروتين الحليب مش للسكر تبع الحليب، وانا مشكله الحليب عنده سكر وعنده بروتين، البروتين تبع الحليب فيه يعمل اليرجي وفيه يعمل كمان انتولرانس. المليح في انتولرانس الحليب انه في 90% من الحالات راح يختفي لحاله خلال اول 3 سنوات من العمر. هاي الحاله كل ما يحكوا لي لما بنعطي الطفل حليب وبصير يستفرغ او بصير عنده ريفلكس او بصير عنده اسهال، لا في هايفز ولا في كل اعراض الحساسيه، بنقولهم كل 6 شهور جرب اعطيه حليب مره ثانيه، طلعت الاعراض معناته لسه عنده، ما طلعت الاعراض معناته خلص طلعت من عنده، يكمل على الحليب عادي. حلو حلو. طب دكتور خلينا نرجع شويه هيك باك، ايش الاسباب اللي بتخلي الحساسيه تطلع عنا؟ يعني احنا بنكون عادي عادي ما فيش شيء، طب الا بدا يقول لك انا عندي حساسيه من شغله. وكذلك الفود انتولرانس، هل في مثلا جينيتكس والله وراثي؟ هل بتعتبر البيئه تغير؟ هل الاكل اللي بدا يتغير وجينيتيكلي موديفايد؟ كله، ما فيش سبب واحد، وهذا السبب صعب تتحذر مين اللي حيصير معه هيك. هي تغير في الاكل تبعنا، في طريقه تحضير الاكل تبعنا خلال زراعته، اذا جينيتيكلي موديفايد او حتى شو السماد اللي بيستعملوه فيه، التلوث البيئي اللي في الجو. يعني عملوا دراسه لا اذكر في اي دوله اوروبيه، اخذوا الاشجار وحطوا يعني عليها مثل الكيس البلاستيكي الضخم ورفعوا نسبة CO2 حواليها، ثاني أكسيد الكربون. اكتشفوا أنه بعد أيام من رفع CO2 حوالين الشجرة البولن تبعها صار مور أجريسيف، صارت تطلع نسبة بولن الغبار الطلع هي أكبر بكثير، وكأنه يعني هي بتعاقبك على اللي أنت عملته فيها. ف
فالسي او 2 لما بزيد اللي هي نظريه البيت الزجاجي اللي بصير حاليا زياده السي او 2 في الجو بخلي الاشجار عندنا تصير مور اجريسيف وبغير كمان في الاميون سيستم تبعنا. فانت خلطه انه البيئه اللي حواليك بتتغير، جسمك من جوا بيتغير، البيئه كل ما تكون معقمه اكثر كل ما الحساسيه بتزيد اكثر. يعني في دراسات البيبي اللي من عمر صفر لعمر سنه اذا حطيته جنب البقره في حظيرة البقرة في نص الوفخ لمدة 30 دقيقة مرتين في الأسبوع بتحمي من الألرج. وهي دراسات عملوها في بولندا وعملوها في ألمانيا الشرقية وردوا عادوها بعد ما صار الويسترنايزيشن عندهم والحياة الغربية، نمط الحياة الغربية، صارت الألرجز عندهم أضعاف. فكل ما يكون في نسبة وساخة معينة ضرورية للإميون سيستم عشان ما يصيرش ألرجي. يعني باختصار اطلع عليها بطريقه، ولو اني بحب اشرح مرات بعض الامور بطريقه غير علميه لكنها مفيده فعلا لتقريب الفكره. تخيل الاميون سيستم عندك هم شرطه او جيش ووظيفتهم يدافعوا عن الجسم. طول ما هم قاعدين عطالين بطالين مش لاقيين شغله يحاربوها لانه كله معقم بده يتسلف شيء ثاني. صحيح. فبيهاجم البينات، بيهاجم البولن، بيهاجم الشيء اللي ما يعني هي الالرجي باختصار جسمك بيحارب شغله ما لازم يحاربها، لان يعني المشكله مش في البينات، يعني المشكله في البينات ان كان كل واحد اكل بينات بصير عنده الالرجي. المشكله صحيح. فالجسم اللي شغال مش لاقي شغله يشتغلها، الفاضي بيعمل قاضي زي ما بيحكوا. فالاميون سيلز بتبلش تهاجم اللي بدها اياه، بينما لو عندك جراثيم كثير حواليك الاميون سيستم بيكون مش فاضي يحارب هاي الاشياء لانه شغال بالجراثيم وشغال فيها. عشان هيك الدول اللي فيها قله نظافه وزياده التهابات، يعني القاره الافريقيه مثلا نسبه الحساسيه فيها قليله جدا، بلادنا في الريف نسبه الحساسيه قليله. يعني وصلت حتى عملوا مرة استدي على البيوت اللي فيها ديش ووشر واللي ما فيها ديش ووشر، طلعوا الأطفال اللي ربيوا في بيت في ديش ووشر الحساسية عندهم أكثر، لأنه الصحون معقمة منظفة على الآخر مع حرارة 80 درجة مئوية، لما تغسل عيديها ما هتغسل في مية 80 درجة. فيعني وهي مثبتة في دراسات في ألمانيا وفي غيرها، البيبي اللي مولود قيصرية عنده ألرجي أكثر من مولود ولادة طبيعية، لأنه المولود ولادة طبيعية مر في قناة الولادة وأخذ جراثيم كثير من الأم وهو طالع، لأنه ما في منطقة هناك استيرايد كلها مليانة جراثيم. فلقي أنه لا، الإميون سيستم تبعه بيشتغل في هالجراثيم وبترك الألرجي، بينما اللي قيصرية كله معقم حواليه في غرفة العمليات كل شيء بيطلع ولا جرثومة على جسمه، إيه هذا اللي بيعاني من الحساسية أكثر. اللي بياخذ انتي بايوتكس كثير في اول شهرين في حياته برضه الالرجي عنده اكثر، لانه انت عملت زي تعقيم للامعاء ولكل الجهاز تبعه يعني الهضمي، ما ضل جراثيم. احنا محتاجين للجراثيم حوالينا، هي اللي بتساعدنا انه يعني الاميون سيستم تبعنا يشتغل وين ما لازم يشتغل، مش يروح يحارب الاشياء اللي ما في داعي يحاربها. صحيح. عندك شوف هالفاكتورز يعني من تلوث لنظافه زياده ل فيعني اي دعايه انا بشوفها لمعقم 99.99% بتقتل جراثيم، هذا كارثه بصراحه. لصحة الألرجي ما بدنا إياه، هذا ماشي في الكورونا صعب تحكي هذا الحكي يا دكتور، الناس حتى تفهمك غلط. البيت ما بدنا إياه، الكورونا يجيك على البيت وبدك تتعقب، إذا صار واصل البيت خلص يعني واصل البيت، بس للمستشفيات أوكي، بس للبيوت ما في داعي للنظافة الزايدة صراحة. دكتور يعني معناها انه مش شرط انه انا واحد في العيلة عنده معناها انه ابنه لازم يكون او بنته لازم تكون، ما في شيء وراثي 100%. في وراثة بس حشرح لك اياها الان برضه، هاي بتعمل لي مشاكل. بعض الناس شو بصير؟ نحكي الام عندها الرجي للبينت، البيبي بنولد من هون على 6 شهور ما بدهم يعطوه بينت بطر، ليش؟ خايفين بلكي عنده الرجي. طب شو بنعمل؟ نطلب تحويله للدكتور الالرجي. في كثير من دكاترة الألرجي الويتنج تايم تبعهم في أوتاوا بين سنة لسنة وثلاث شهور. الولد على السنة ونص يلا السلامة تحدي يشوفه. شو مشكلة هذا الأبروتش؟ أولا فحص الألرجي ما بفيد في هاي الحالة لسبب بسيط، إنه إذا طلع بوزيتيف ممكن فولس بوزيتيف على فكرة. يعني فحص الألرجي تبع الجلد اللي عنا ممكن يطلع في 20% من الناس بالذات اللي عنده إكزيما يطلع بوزيتيف وأنت ما عندك ألرجي. فهنا حيعمل لك الدكتور ليبل انه هي از اليرجيك وان هي از نوت اليرجيك، وممكن يطلع فولس نيجاتيف 5%، يعني انت عندك اليرجي فعلا لو اكلته حيصير عندك انافيلاكسس بس الفحص نيجاتيف. طب ما دام عندي نسبه الخطا هاي، الحل الوحيد هو انه ياكل الاكل، ما صار شيء خلصنا ما في داعي يعمل فحص. طبعا اغلب الامهات حيخاف ولا مستحيل انا ليش اعطيه الاكل، حشرحها الان بطريقه شوي، اذا يعني اللي بده يقتنع يقتنع واللي حضل خايف ما حيقتنع في كلامي.
نسبة الألرجي في كندا مثلاً للبينات اللي هو أكثر واحد فيهم تقريباً حوالي 2.5%. يعني أي طفل في كندا مولود في ما في ولا واحد في عيلته عنده ألرجي، لما نطعميه على 6 شهور بينات هو نسبة 2.5% حيكون ألرجي، و 97.5% ما في ألرجي. طيب إذا عنده حد بالأسرة عنده ألرجي النسبة بتصير الضعف. ففي ناس حيقول لك شفت الضعف وما بده يعمل فحص. طب هو ضعف 2.5 قديش؟ 5%. يعني 95% ما حيصير شيء. ليش بضل مذكر على 5% انه حيصير شيء؟ الشغله الثانيه، الناس بتذكر على موضوع انه طب 5% نسبه انه يموت ابني، يعني هاي نسبه قليله شايفها. مين حكى لك يموت؟ احنا قلنا 5% انه يكون عنده الرجي. اغلب الالرجي في البيبيز تطلع على شكل راش، ممكن شويه استفراغ معها. كم طفل في كندا من اول ما بدأوا يسجلوا في الطب في كندا اشياء يعني تكون دوكيومنتد لحد الان، كم بيبي في كندا تحت عمر السنه مات من فود الرجي؟ صفر. مش بدولك 1 في المليون، صفر. يعني اذا في وقت لازم انت تعطي ابنك الاكل فيه فهو هو طفل صغير قبل السنه. واذا بدنا نمشي على الجايد لاينز الجديده، للاسف الجديده في كندا هي بس في العالم صاروا من 2008 بيحكوا فيها، اي اكل بيقدر الطفل يبلعه ياكله بدون شوكينج بدون ما يتشردق فيه لازم من عمر 6 شهور، وممكن اذا هو جاهز للاكل من عمر 4 شهور ما فيش مشكله. شوف لحد وين بنرجع قاعدين بالاكل، بس مش قبل ال4 شهور. اعطيه شريمب، سمك، بيض، بينت بتر، يوغورت، ساور كريم، اللي بده اياه. يعني في معاه عسل عمر سنه ولا شيء انا بنستثني، بالعكس احنا بنقول اعطيه ذا سونر ذا بيتر عشان جسمه يتعود عليه. كل اللي بأجله عاملين زي النعامي بدي أدفن راسي بالرمل، فأنا ما بدي أشوف إنه عنده ألرجي. هو إذا عنده هيك عرفت، وإذا ما عنده you can save him by keep giving him the food، وضلك تعطيه الأكل بدل ما تمنع عنه الأكل وإنت تسبب له ألرجي. لأنه كل ما تأخر إعطاء الأكل إذا عنده القابلية، ومش كل واحد بتأخر إعطاء الأكل حصير عنده ألرجي. في ناس برضو حيطلعوا لي على طريقة إنه والله هاي ابني ما أعطيته بينت لعمر سنتين وما صار عنده ألرجي، زي اللي بيقول لك أنا دخنت 20 سنة وما صار معي لان كانسر. ومين قال لك إنه كل واحد بيدخن حصير عنده لان كانسر؟ خلينا نحكي ستاتستيك. إذا بتأخر الأكل على البيبيات خصوصا اللي عنده سيرة مرضية بالأسرة هو اللي أنت بتزيد عنده الألرجي. فلنحكي للأهل، إذا الأب والأم اثنينهم معهم بينت ألرجي واثنين إخوة معهم بينت ألرجي، شوف هعطيك الإكستريم تحديدا اللي عنده هيك، انا حبلش في البينات بطر على 6 شهور. هيك لازم. هلا في ناس بقول طب انت شو خسران يا اخي افحصه، ما يمكن يطلع عنده رياكشن كبير بالجلد ونتاكد انه عنده الرجي. انا ما عندي مشكله في هذا الابروتش اذا عندك دكاتره هون بيشوفوك خلال 2 أسبوع 3، بس اذا حيشوفك بعد 6 أشهر سنة انت فقدت العنصر الزمني اللي بفيدك اللي هو ممكن انت تمنع الالرجي خلاله. فلو في دكتور يشوفه بسرعه انا مع الفحص ما عندي مشكله، بس اذا ما في دكتور يشوفه بسرعه وضلك مستني تحدي يشوفه انت في النهايه بتكون سببت الالرجي عنده للاسف. طيب دكتور انا معلش بدي اغلبك، بدنا ناخذ شويه من الاسئله والتعليقات تبعت الجمهور. دكتور مخلص بسلم عليك، ابو مؤيد برضه بسلم عليك، دكتور احمد بقول لك تميمي انك مشرفنا اليوم، اشتقنا لك، لقينا حل للكورونا. الكورونا طيب في سؤالهم بقول لك هل فحوصات الدم التي تعرف ما الاطعمه التي تزيد الوزن او لا تؤثر على الحميه الصحيحه ام انها غير صحيحه؟ يمكن هذا لما حكيت عن موضوع الفود انتولرنس تيست هذا اللي بيعملوه. اذا هذا هو القصد الاي جي جي تيست، لا الاي جي جي تيست ما له اي قيمه نهائيا. يعني اي ريزلت بتطلع بوزيتيف هو 50% ترو بوزيتيف و 50% فولس بوزيتيف، واللي بيطلع نيجاتيف هو 50% ترو نيجاتيف و 50% فولس نيجاتيف. عشان هيك بقول فليب كوين، العب بالعمله هاي، فن العمله بنسميها، وبيطلع معك نفس النتيجه. ما في داعي يضيعوا فلوسهم الناس عليه. نسرين تسال بتقول لك ما هي اهميه فحوص الحساسيه للاطفال، ومتى يجب على الاهل التحقق إذا كان الأطفال عندهم بعض الحساسيات من الأطفال، وخصوصا إذا في أعراض إكزيما وربو؟ حلو. الربو ولا مرة الأكل بيعمل ربو، نحطها بس لجنب. الربو بأكثر الحالات مرضى الربو، وبحكي عن الربو الشديد لسه، يعني الأزمة اللي كل يوم بده بخاخة،
هذول 40% منهم عنده تحسس لأشياء في البيئة مش للأكل، يعني البولين، الدست، الكاتس، الدوجز، هاي الأشياء اللي في البيئة تبعتنا، و 60% ما عنده. أنا بحكي عن السيفير. فأغلب اللي عنده حساسية، أغلب اللي عنده أزمة أو ربو ما عنده تحسس فعليا لأي شيء. الربو بصير بسبب تغير الحرارة، فيروسات، 100 شغلة تانية. بس إنه أي واحد عنده ربو خصوصا اللي فوق السنتين، لأنه التست تبع الانفايرومنت، القطط والكلاب والشجر والبولن تحت السنتين ما حيطلع بوزيتيف، حتى للي عنده نادر ما يطلع بوزيتيف. فعشان بيطلع كثير فولس نيجاتيف بنفضل مرضى الربو ونفحصهم متأخر شوي، يعني أقل حد سنتين، وبفضل 3 و4 سنين. الإكزيما من ناحية تانية زي ما حكيت هي مسكونسبشن في كل، يعني يمكن 99% من الناس، إنه هو عنده إكزيما لأنه عنده فود أليرجي. لا مش صحيح. صح الفود ممكن يزيد الإكزيما بس مش كأليرجي، وفحص الجلد ما حيفيده وما حيطلع له السبب. حنحكيها إن شاء الله بالحلقة الجاي، يعني بس حاحكي القنبلة العلمية اللي دائما بحكيها وبتفاجئ الناس. الفود أليرجي ما بيعمل الإكزيما، الإكزيما هي اللي بتعمل فود أليرجي. فالموضوع عكسي عند الناس وعند الأطباء، لأنه عنده إكزيما ممكن يصير عنده فود أليرجي مش العكس. اوكي. الإكزيما مرض جلدي لأنه الجلد فيه ديفكت، فيه مشكلة، وبسبب هذا الديفكت إن شاء الله نحكيها الحلقة الجاي ليش بصير عنده من الإكزيما فود أليرجي ومش العكس. فلما بفحص مرات الفود أليرجي في الإكزيما بيشنتس، بفحص مش عشان أشوف شو سبب الإكزيما، عشان أشوف شو الإكزيما صارت عملت له بلاوي، يعني شو نتيجة الإكزيما اللي عنده صار وليس العكس. واضح. طب في عمر معين نبدأ؟ يعني هون سؤالها كان بيحكي عن بعض الأعمار اللي عفواً ما شفتش هاي السؤال. ال 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 فيش داعي للفحص، طعمي وشوف شو بصير. يعني زي ما حكينا 2.5% نسبة الحساسية لأدخن شيء مثل البينات. فبصراحة لو كل طفل في كندا بدنا نفحصه قبل ما نطعميه، مش هتلحقوا الدكاترة الألرجي في كندا على 10 سنين الدور يمكن. يعني ما يعني خلص، مثل ما احنا اكلنا كاهل واهالينا اكلوا وكل العالم بتاكل، this is natural thing، مش لازم نستنى فحص عشان طعميه وخلص. ليه لحسه لحسه شويه؟ ها لازم لحسه شويه بعدها تزيدها، مش بس شويه وخلص. الشيء الثاني اللي بيغلطوه كثير الناس، انه بيجي بحط شويه بينات بتر على جلد الطفل وبقول لك شفت انه عنده حساسيه. عمرك ما تفحص حساسيه الاكل بوضع الاكل على الجلد، الاكل او اي شيء، ممكن حتى لو حطيت معجون اسنان على جلدك وخليته دقيقتين شوف كيف بصير احمر. التحسس مش حساسية الآن، الريتيشن، التحرش بسموه مرات في الجلد بسبب الأكل ليس له علاقة بالفود أليرجي. بدك تفحص فود أليرجي في تمه لازم يأكل. مختلف يعني. والشيء الثاني إنه زي ما حكيت، حالات الوفاة في كندا تحت السنة من أي فود أليرجي صفر صفر. فأقصى حد ممكن يصير هالهايبز وشوية البوميتينج، هون أنت عرفت خلصنا. مدام عرفت الآن وقف، وبيحتاج إيبيبين، وممكن تروح على دكتور عشان يفحصوا لهذه الشغلة، ولكن التأجيل والخوف بس بيزيد الألرجيز ما بيساعدنا. فما في داعي الأهل يتحققوا إلا عن طريق شغلة واحدة، طعمي، هاي الحل الوحيد. واضح. بتسأل نسرين، هي عندها فحص دم حساسية الأسبوع الجاي، الدكتور وصف لها بسبب نتيجة الحساسية إيبيبين. اليوم عن طريق وخز إبر. موضوع الحساسية مش عارف، عشان الإنجليزي والعربي بخلط. موضوع الحساسية مهم جدا علينا أن نأخذه بجدية، لأنه قد يسبب شوك وفيفر، هاي فيفر، هاي فيفر، وسبب ربو. حب تعليقك. أنا أكثر من شغلة، إذا قصدها عن الانفيرومنت ولا عن الأكل، لأنه إذا انفيرومنت شغلة بالجو هاي ولا مرة بتحتاج إبيبين. يعني ما في حدا عنده حساسية شجر وبعطيه إبيبين، مستحيل، لانه حساسيه الشجر والقطط والجراس والراجويد وهذه الامور هاي انطارت. يعني الربو بيزيد فبتاخذ بخاخه الربو، حكي بالانف، عطس، السيلان في الانف، سيلان في العينين، حكي بالعيون، ممكن راش اذا رحت لمست الشجره ولا لمست الجراس، بس ما بيعمل انافيلاكسس او شوك. فالانفايرمنت لا ما بيعمل هيك. الفود هو اللي بيعمل انافيلاكسس وشوك. لأن الفود بيعتمد الفحص الدم اللي حتعمله، هل هو IgE بالE ولا IgG؟ إذا IgE هذا فعلا فحص للألرجي بنعمله. أنا نادر ما أعمله بصراحة، لأني بعتمد فقط على فحص الجلد، يعني ما في داعي بشكل عام أروح أعمل فحص دم كمان، يعني مصروف زيادة على المريض، لأنه بدفعه أعتقد على كل واحدة 25 دولار. الIgE غالي لسه، الIgG 350 فود بيعملوهم 350 دولار، الIgE الوحدة
25 دولار يعني لو طلبت له بينات والموند وعشر انواع ناتس هي 250 دولار بس للناتس لحاله، فما بالك تعمل ايج وايت وايج يوك وويت وصوي وملك ومليون شغله ثانيه. يا ليش الله. فاذا الاي جي اي للفود هذا فحص معتمد، ولو اني زي ما حكيت انا شخصيا ما دام عملت فحص واخذ الابره في الجلد فما في داعي اطلب الدم، يعني اثنيناتهم ناح فما فيش داعي لاثنين، يعني واحد فيهم بكفي. بس اذا الاي جي جي هو اللي ما له معنى وما له طعم وما بفيد في شيء. واضح واضح. طبعا هي هون بس نقطة حكى عنها الدكتور انه بيسبب الربو، زي ما حكى الدكتور انه لا الحساسية ما بتسبب 40% من الربو له علاقة بالحساسية، 60% لا، فمش كل واحد ربو ولازم يضله يدور شو اللي عامل للربو، لا ما اذا بتدور على حساسية للربو ماشي 40% فيه، فانا بنصح بالفحص على اساس اذا طلع عنده مثلا حساسية للدست ممكن نعالج له حساسية الدست فالربو من عنده يخف كثير او حتى يروح. يعني مش ضد انه فحص الحساسيه مع الربو، بالعكس نسبه عاليه ل 40%، ولكن مش انه كل ربو لازم يكون في وراء حساسيه. هي الترجمه العربيه مرات بقول لك عنده تحسس في الرئه او تحسس في القصبات، يعني بنضلنا دائما ندخل كلمه تحسس حتى في موضوع الربو. لا هو الربو ممكن يكون نتيجه حساسيه، ممكن يكون نتيجه فيروسات، في ناس عندهم اكسرسايز انديوست بس اذا بركض بصير عنده ربو، فهذا ما له علاقه بالحساسيه. ولكن اي حد عنده ربو فوق السنتين ممكن نعمل له فحص الحساسية وينعرف هل هي حساسية من 40% ولا مش حساسية من 60%. واضح. في سؤال بقول بعض الأشخاص لديهم حساسية من لسعات الحشرات مثل النحل. أيوة. هل ممكن أن يعرف الشخص إذا كان لديه هذا النوع من الحساسية للوقاية من؟ لأنه أيوة. حدث مرة ومات أحدهم بسبب لسعة لحل أو هذا ما قالوه. ماشي. هي ممكن صح تصير، نادر ما تصير من أول لسعة، لأن أنت أول لسعة هي اللي بتعمل لك تحسس. الثاني اللي بتموت. مش اول قرصه دبور حتموت منها ولا من اول قرصه نحله، لازم تكون الاولى تعمل لك تحسس، يعني الجسم حيتعرف عليها، ما هو الجسم ولا مره دخل على على عليه سم النحله. صحيح. يدخل على الجسم اول مره يكون له اجسام مضاده، في المره الثانيه بيكون الجسم المضاد بيستنى عادي يعني واقف وبده يدخل هالسم فبروح عامل الانفلاكسس. مشكلتي معها برضه زي مشكله الاكل، انه الناس حتقول طب انا حاب اعرف قبل ما انقص، يعني تستنوني تاموت يعني وخلاص، يعني ليش ما تعمل فحص من الان ونعرف. اللي بيصر على الفحص ما عندي مشكله، بس بحب اشرح لهم شغله اللي اغلب الدكاتره ما حيقولوا لهم اياها. نسبه الفولس بوزيتيف، يعني انه يطلع عندك اليرجي بالفحص للواسب او البي للدبور او النحله وانت ما عندك اليرجي 20%، يعني واحد من كل خمسه ما عندوش اليرجي للنحل ويفحص فحص الالرجي تبع النحل بيطلع عنده. طب شو تعمل فيها؟ حيضله خايف طول عمره، مرعوب وحامل ايبيبن وين ما يروح من هالنحل اللي الله اعلم انت ويمكن ما عنده الرجي، ما هذا واحد من خمسه ما حيكون عنده اصلا. طب انا ليش اخلي 20% من الناس مرعوبه وهي نسبه حدوثها هي اقل من 1% على فكره؟ صحيح. يعني انا بدي اخلي حياه 19% مرمره هيك وبهدله حاملين ايبيبن طول الوقت وخايفين، وزائد اقتصاديا انت لما تكون عندك واحد او اثنين ابن كل واحد 150 دولار وكل سنه بده يعمل له اكسبايري وبده يجيب واحد جديد، فمن هذا المنطلق احنا بنفضل ما نفحص بدون سبب. فاذا الواحد صار عنده الرجي بما معناه صار عنده هايفز مع سوولن ليبس مع ضيق نفس من اول او ثاني او ثالث مره هذا يفحص، لانه اذا طلع بوزيتيف عنده وعنده اعراض التنتين مع بعض بياكدوا الرجي. بس لما ما عندي اعراض من قبل وعملت له الفحص وطلع بوزيتيف، انا ايش بعرفني انه هذا من ال 20% الفولس ولا ال 80% اللي عن جد؟ ما في طريقه اعرف. فلهذا السبب نضطر نعامله وكانه عنده، وخذ ابيبن وضلك حامل بريسلت بتكتب انه عندك الرجي لهيك، وبتغير حياتك طول العمر وما لها حل. يعني باللحظه اللي ليبل يو لايك ذس اتس فور ايفر للواسب والبي، يعني لسه البينات الرجي والملك والايج ممكن يطلعوا منك، هذول خلص طول العمر. فيعني هذه هي سيئه انك تفحص بدون سبب بصراحه. واضح. خوف لحاله مش سبب كافي. دكتور مخلص بقول لك في بعض في بنت عندها حساسيه للفلفل الاسود، تيجي على المطعم بتجيب معها ابره الادرينالين. هو هي الشغله اللي تجيب ابره الادرينالين لانه الاستهتار مشكله. والشغله الثانيه بنصحش اللي عندهم حساسيه، نحن نعطل على مخلص في مطعمه، بس بنصحش اللي عنده حساسيه لشغله معينه انه يروح على اوبن بوفيه. إيه لانه بتضمنش شو خلط ايش مع ايش ومين مسك معلقه ايش مع ايش وحط، يعني فهمت شو المشكله؟ يعني ممكن يكون اكله معينه فعلا ما فيها مثلا بينات، صح،
بس اجى واحد ثاني من المحترمين وهو بحط في صحنه المعلقه اللي كان حاط فيها قبل راح استعملها في هذا الصحن. فالاوبن بوفيه فعلا خطر كثير. اعتدال بتسلم عليك بتقول لك عندي حساسيه من الشمس. الله يسلمها. هاي حاله خاصه كمان مش من موضوع البروتينات لانها مش اكل، بسموها سولار اورتيكاريا. السولار اللي هي من السولار سيستم، النظام الشمسي. وهي الحساسيه بصراحه كمان مشكلتها انه ما فيش دواء اللي يشفي منها. يعني احنا بنتعامل معها بطريقه انه خفف التعرض للشمس. ثلاث شغلات: كفر سكين قد ما تقدر، ما يكونش الواحد اكسبوز للشمس بكميه كبيره من الجلد. السان سكرين يكون منيح وقوي وينحط كل مره، والمويستشرايزر كمان يكون بارير كريم. يعني انت بتغطي الجلد بطبقه سميكه من المويستشرايزر حتى الالترا فايوليت ما يفوتش عن طريقه وعن طريق السان سكرين. وبرضه اللونج سليفز او تقلل تعرض المساحه اللي من الجلد المتعرضه للشمس. بس ما في لها طريقه انه والله اذا اخذت دواء معين حتروح منك. وهذا سؤال اعتدال بتقول لك هل نقص فيتامين دي له سبب؟ هل زيادته ممكن؟ هاي طلع نظريات انه اذا نقص فيتامين دي ممكن يزيدها. بس السؤال البيضة ولا الدجاجة، هل هذول المرضى عندهم نقص فيتامين دي اللي عمل هيك، ولا اللي عنده حساسية للشمس فبطل يطلع بالشمس وكان بلبس كتير عشان يغطي حاله من الشمس فما تكون عنده فيتامين دي لانه عنده الحساسية وتصرفاته ادت لهيك؟ فمش في المشكلة. ما فيش طريقة تعرفها الا اذا انت اعطيت فيتامين دي بكمية منيحة وشفت الله الحساسية راحت. بس بشكل عام ما في حد، يعني لو اخذ حدا فيتامين دي بكميات مليحة هل حساسية الشمس بتروح منه؟ لا. فانا ما اعتقد انها سبب، اعتقد انها بتكون نتيجة. يعني لانه انت عندك الحساسية فما بتحاول تتعرض للشمس بكمية يعني كافية فبينقص عندك فيتامين ده. تعليق من دكتور مخلص بقول انا اشتغلت 20 سنة قبل ما اجي هون ولكن لم أرى هناك حساسية للمكسرات مثل كندا، هل فعلا إحنا عندنا ولا زادت هي بشكل عام في كل العالم؟ هي زادت في كل العالم بس هم بدوا قبلنا. يعني الكيرف في بلادنا لسه واطي للألرجيز ولكنه في تصاعد. يعني لو أخذنا مثلا فلسطين قبل 10 سنوات كم الألرجي فيها بين العرب، وبعديها جينا بعد 15 سنة حنلاقي أنه الألرجي في فلسطين بتزيد لكن اقل من الويست. فانت قارن هنا مش بس دول عربيه، ويست فيرسس ايست. يعني لو اعطيك مثلا اقل دوله في الكره الارضيه فيها الرجي هي منغوليا اللي بين الصين وروسيا. يب. وهدول عايشين حياه فعلا يعني اقرب ما تكون للبساطه والبدائيه بالضبط في الطبيعه ومع الخيول تبعتهم ومع الابقار الى اخره. هدول هيك. البولندا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومه الشيوعيه نسبه الالرجي كانت عندهم قليله والان زادت كثير. لانه رجعنا الويسترن لايف، الاكل الجانك، البوليوشن بيزيد مع المصانع، النظافه وهي الاشياء بتزيد فادى انه الالرجي عندهم تزيد. افريقيا برضه نسبه الالرجي قليله فيها ولكن ستيل منغوليا اقل حتى من افريقيا. واو. العربيه لا موجود عندنا احنا، الناس شوي شوي بدات تتعرف عليه اكثر والكيرف تبعها بزيد كثير. للاسف يعني في تسارع عندنا الان بفلسطين بدا يزيد كثير حساسيه السمسم للسبب يعني مش معروف ليش الان السمسم بفلسطين بزيد. فيعني اكله الحمص شيء اساسي لانه في طحينيه صح. حساسيه الحمص بس هي مش بسبب حب الحمص، هي بسبب الطحينيه اللي في الحمص. سويسرا مثلا اكثر شغله بتزيد عندها وشغله هي غريبه البندق الهيزل نوت. هم يعني بلد الهيزل نوت والشوكولات مع هيزل نوت واللنت وهذه الاشياء ولكن خلاص يعني في انواع حساسيه قاعده بتزيد. اكثر حساسيه بتزيد في بريطانيا بالفتره الاخيره كانت الكيوي. الكيوي الكيوي في فرنسا الماسترد. يعني انا بطلع هذا الكيرز وما لهاش تفسير، ما نعرفش احنا بنشرح الان شو اللي بصير بس ليش بصير ما بنعرف. الماسترد في فرنسا هو اسرع واحد في الصعود، مش هو اكثر حساسيه موجوده بس ككيرف طالع طلوع. شكرا لنا بوكلو كثير بس خوف الله يصير عندنا بعدين على المنسف يا رجل بعدين ناكل هوا. حسن انتورس عشان الحليب. طيب في سؤال من رنا بتسألك هل التطعيمات بتسبب الحساسية؟ طبعا كل شيء فيه بروتين بسبب حساسية أو يعني ممكن يسبب حساسية بس نسبتها برضو قليلة. يعني المطاعيم الحساسية فيها 1 من كل 100,000 جرعة. ويوجولي شورت لما بتكون بعد اللي هي الشوك هذا هذه خلال 5 دقائق لربع ساعة انك انت معطيها مش لسه زي الاكل تتنهضم، هاي انت معطيها دايركت في الجسم بالعضل.
فالمطاعيم بين 5 دقائق اقصى حد نص ساعه بتكون الالرجي طالعه، فاللي بياخذ مطعومه ثاني يوم حس حاله تعبان برضه انسى انها الالرجي. المطعوم عملها كسايد افكت مثلا كرياكشن بس مش كالرجي. كالرجي لازم يكون دقائق، وعشان هيك هو المطاعيم بيقولوا لكل انسان اخذ مطعوم انه لازم يستنى في العياده ربع ساعه، لانه باختصار ممكن انت تعمل حساسيه لماده في المطعوم نفسه او لماده حافظه في المطعوم، او بعض المطاعيم مثلا بصنعوها في جوا بيض الدجاج. يعني في مطعوم اسمه اليالو فيفر الحمى الصفراء، هذا بينعمل داخل بيض الدجاج، فاللي عنده الرجي للايج اذا اخذ هذا المطعوم مضمون يعني الانافيلاكسس خلال 5 دقائق ل10 دقائق. وشديد بتكون طبيب صديقنا كان ماخذ مطعوم اي ثينك مش عارف شو هو، وما استنى مع انه طبيب قالوا له استنى، وضلوا ساحب حاله ما عنده مشاكل ولا شيء. هو في الطريق صار معاه الشوك وكان سايق السياره فضربت في عمل حادث وتوفى الله يرحمه. انا بعرف قصه النهايه كانت النهايه تبعتها اللي ما جبناش سيرتها لسه، حساسيه الادويه مثل البنسلين. فالمطاعيم ممكن تكون ماخذه انت المطعوم 4 مرات قبل هيك، وفي الخامسه يصير معك حساسيه، تعرفش انت متى الحساسيه حتتكون عندك. يعني مش انه الحساسيه انت مولود بالاكل، حكينا من البدايه خلاص اذا اكل الاكل ما حيصير شيء، بس في المطاعيم في الادويه في الاشياء المصنعه ممكن انت تاخذ مثلا اموكساسيلين في حياتك 30 مره، ودكتور بعرفه كان 55 سنه عمره في بريطانيا اخذ حبه الاموكساسيلين الصبح وطلع فورا على الطوارئ السوق، هو دكتور في الطوارئ، فدخل في باب الطوارئ لانه هو فعليا كان بالسوق نايم على المقود مغيب والسيارة في الطوارئ، فعلى الأقل وصل للمكان الصح يعني لما انضرب فيها. فلا يعني ممكن يصير الحساسية للأسف في أي وقت. طب نسرين بتقول لك مرضى الربو بيقولوا لهم يبعدوا عن الديري، مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول؟ مبناش نعمل مثل عادل إمام والدليل قالوله. اللي بيقول بصراحة عادة هم الناشروا بقى، مع احترامنا إلهم، لكن ما فيش أي دليل قطعي على أنه الحليب بيزيد الربو. يعني الفود الالرجي ملهاش علاقة بالربو، في حالات خاصة بتشبه الربو، أمراض جلد، أمراض تنفسية معينة، وهي يعني مرض نادر جدا بصيب في بعض الأطفال، بيكون عندهم ربو وبيكون عندهم ريفلكس اللي الترجيع، ومرات الحليب بيزيدها لأنه زاد الريفلكس وعمل مشكلة الأزمة أكثر، بس إنه حساسية حليب عملت الربو. لا الحليب ما طبعا نسرين تسأل على موضوع الإكزيما، إن شاء الله الدكتور إحنا توعدنا إحنا وياه إن شاء الله. وباختصار إكزيما وست سنين environment مش فوت، يعني لو أجع العيادة إكزيما وعمره فوق السنتين نفحص له الأشياء اللي بالجو، إكزيما وعمره تحت السنة فود، بين السنة والسنتين محير عاد أنا ومزاجي شو بعمل له، بس تحت السنة ممكن يكون فود مش كسبب للإكزيما زي ما شرحتها قبل، لا هي الإكزيما أدت لفود الألرجي. فإذا وصل سنتين وما صار فود الالرجي بما معناه اللي هي الهايفز والانافيلاكسس خلاص معناته نفد منها، لأنه الأطفال بشكل عام إذا أكلوا كل شيء قبل السنتين اللي بيكونوا تولرانت إله عادة بيكمل تولرانس، لأنه الواحد فينا إحنا هذا لو ما أكل سمك لسنة مش معناته لما يروح يأكل سمك صار في خطر، لا خلاص أنت بتبدي تبني تولرانس للأكل مع الوقت، فنادر ما يصير معك فود الالرجي حقيقي، بصير فود انتولرانس بس فود الالرجي نادر ما يصير على كبر للاكل في الكبار. واضح. في سؤال غريب دكتور من رشا صراحه، يعني انا اول مره بقول لك في دكتور، راحت عند دكتور حساسيه ولا عنده حساسيه من اللون الاصفر؟ الملونات فيها بروتينات برضه، فاحنا برضه بنفحص لها هاي اللون الاحمر الاكل، يعني ملونات الطعام، ملونات الطعام فيها بروتينات. اوكي اصلها برضو، يعني مره واحده كانت مرت سفير احد الدول وكانوا مخلصين الولايه تبعتهم ويعني بدهم يرجعوا على بلدهم معهم اسبوع، فطلبوا لها ايرجنت، كانت رايحه مكلي في مطعم هندي وصار معها انافيلاكسس فجاه في المطعم. تاكلي من قبل كاري؟ باكل كاري ما بصير شيء، بتاكل كل انواع الاكل الهندي قاعد نعد في سبايسز كله ماكلته من قبل، طب عمره صار معك شيء غريب ولو مع اي اكل؟ حكت هي بس مره اكله واحده عملت لي شغله اخف، كنت ماخذ ستروبري سموثي وبيكون لونه أحمر قوي هيك وبحبه وعمل لي دائما انتفاخ بالشفايف وحرق، فهنا بدأ الشك إنه شو اللي فيه ستروبري بيحطوا عليه ملون أحمر عشان يصير لونه أقوى. راح حد من المستشفى على المطعم الهندي سأله بتحط أنت أي ملونات زيادة؟ حكى الكاري عنا منحب يكون لونها أقوى فبنحط برضو عليها اللون الأحمر إياه،
فكان فعلا اللون الاحمر المضاف للكاري وقتها في المطعم هو اللي عامل عنده، كان بيعمل انافلاكسس كامل. يعني ممكن يعني حساسيه الالوان مثل حساسيه اي اكل ممكن تكون شديده جدا. بس هل هاي الالوان اللي بصنعوها اللي هي اللي بيستخدموها في تلوين الاكل بيختلف البروتين اللي فيها فبتختلف الحساسيه؟ هنا المشكله اللي فيها كمان انه ما بتعرفش مرات هو شو استخدم. يعني اذا انت في مطعم زي اللي ضاف للكاري هو بجيب لك الباودر بقول لك او القطره بقول لك انا من هذا النوع استخدمت. هنا في افحص مرات بيجونا الاهل مثلا بقول لك اكل شو بسموه هذا سلش في مكان معين وصار عنده راش، او الكريمه، هاي الكريمه دائما بحطوا عليها، او اكل سلش في مكان ثاني بس من شركه ثانيه وما صار شيء، معناته الشركه الاولانيه بتستعمل نوع صبغه غير عن الثاني. الان قلتنا انه لا انا كدكتور ولا هم كاهل اذا اتصلوا على المصنع هيحكي لهم شو نوع الماده اللي استخدمها او يبيعنا اياها حتى نعمل الفحص فيها. هاي من المشاكل اللي تواجهنا انه مرات انا ما في افحص الشغله، ما هو اذا انا ما عنديش منها لوحدها عشان احطها على الجلد واعمل الوخز ما بقدر اعرف، يعني بتصير شغله تخمين. واذا صار تخمين للاسف من كلهم خلاص، اذا اكل سلاش ازرق وعمل هيك كل شغله لونها ازرق بده يبعد عنها. هون يعني الطفل حيعاني اكثر بسبب انه المصنع ما حيرضى يحكي لنا. واضح. هل الاطعمه المعدله وراثيا تسبب سبب من في تكوين الحساسيه؟ بيعتقدوا هم انه الاشياء اللي معدله ممكن انت عدلت في البروتين بطريقه اللي بيشابه بروتين الجسم بيعتبره عدو. انه احنا الجسم خلقت يعني ربنا انه في اشياء في الاميون سيستم تبعنا قبل ما يتعرض لاي شيء حتى المولود الان صفر عمره بيكون عنده ريسبتورز لاشياء معينه متوارثه، انه هذا شكل البكتيريا اغلبها بيكون فيها هذا الشكل من البروتين. فالجسم بيكون عنده نوع من المناعه اللي بنسميها انيت، مناعه داخليه مش مناعه اللي انت تعرضت لشغله وبعدين كون ضدها، مناعه موجوده ذاتيه بتحارب اشكال معينه من البروتين. اذا هم عدلوا جينيا في بروتين معين مثل القمح او الى اخره وصار شكله شبه البروتين تبع البكتيريا اللي انت عندك بالنسبه لك لازم جسمك يحاربه بتتكون الالرجي. واضح واضح. كيف التوعية أنا كان على الفلم بس بخصوص الحليب هاي النظرية زي ما حكيت موجودة عند بعض الناس بس طبيا إحنا كأليرجي لأن حكينا إنفلاميشن الله أعلم ممكن إنفلاميشن يصير بسبب ريفلكس مع الحليب بس إنه الحليب نفسه أز أليرجي مش أز إنفلاماتوري ما له علاقة بالأزمة. الناس تقدر توقف الحليب هل الأزمة بتروح؟ ما حتروح. اعتدال بتسأل تقول دكتور أعطوني ليكويدين لتخفيف الأعراض على الجلد وبعدها بساعة دهنت إيدي بكريم أنتيبوتيك مضاد حيوي يعني عملت تشوه على إيدي كأنها محروقة هل بيروح أم سيبقى علامة مميزة عندي؟ ما هو إذا ضل هذا الشيء أكثر من يوم انسى موضوع الأليرجي، معناته ما صار أليرجي بالمفهوم اللي إحنا عنه. لا في شغلات بسموها كونتاكت درماتيتس اللي هي التهاب الجلد التحسسي بس مش حساسيه ولو انه اسمه تحسسي، هذه ممكن مع الوقت تخف يا بتعمل اللون يصير اغمق اكثر من اللي كان قبل او بتعمله اخف مرات، يعني مرات يا بتشيل الصبغه يا بتعمل اصباغ زياده. هاي في لها كريمات عن طريق دكاتره الجلديه ممكن يعطوا اشياء اللي تخفف منها خاصه اذا استعملت قريب من الموضوع، يعني مش انه والله صارت قبل 5 سنين وهلا بدي اعالجها. اما اذا شغله قريبه اسابيع لاشهر الجلدية هي ممكن يتعاملوا معها. طب دكتور في كان سؤال سأل قبل فترة عندنا على هذا، هل بسبب الفود انتولرانس بتسبب أعراض ما يسمى بالقولون العصبي؟ هل تشابه لها؟ هي شبه القولون العصبي ومرات القولون العصبي بيكون فعلا سبب الأكل ومرات مش علاقته بأكل معين، يعني مرات الأعراض بتكون لأنك أنت أكلت whatever دخل على المعدة أو على الانتستين بيحرض بروسس معينه يصير وتطلع اعراض. هنا بيكون عندك انت عدم تقبل للاكل كاكل، يعني اي اكل حطيتها هناك حتؤدي لافراز مواد معينه تعمل القولون العصبي. وفي هاي الحاله بقدرش اسميها انا عدم تقبل اكل معين، ما حد يقدر توقف شغله معينه خلاص انت هدول الناس هم اللي بضلهم يجربوا ولا اكل زبطه معهم انه لما نشيلها بطيب. ما عنده عدم تقبل اكل معين او حتى مجموعه اكلات. اللي عنده لأكل معين في الأخير حيلاقيها. ففي أنواع دايت كثيرة وبيعملوها عادة الدايتيشن، في دايت مشهورة اسمها فود ماب FODMAP وهي بتنفع كثير مع بعض المرضى من القولون العصبي بس برضو مش مع الكل.
ففي ناس لازم تشيل لهم السكريات الفركتوز وهذه الاشياء اللي بتعمل انتولرانس، في ناس لازم تشيل له الاشياء اللي فيها كربوهيدرات من انواع معينه، في ناس بيشيلوا الحليب والصوي والبيض مع بعض مع القمح كمان وبينفع معهم. فمشكلتنا مع القولون العصبي انه مش دائما نتيجه اكل معين، مرات هو نتيجه الاكل بحد ذاته، اي شيء بيدخل هناك بيعمل هيك، مثل القرحه مرات كثير ما بتكون لها علاقه باكل معين، او مرات ما له علاقه بالاكل نهائيا، وزي ما حكينا الاعراض هي حتزيد في اي وقت خلال النهار، وانت اصلا ماكل ثلاث وجبات في اليوم، فمتى حتزيد الاعراض حتكون دائما انت تبليم شو اللي قبل ساعتين انا اكلته، وانت اكيد قبل ساعتين اكلت شغله. يعني مشكله انه حضلك بليمينج سمثينج. صحيح. طب دكتور انا بدي اسال سؤال، انا في سمعت يعني من احد الزملاء كان يحكي عن الموضوع قبل فتره، انه ايش بسموها المبيدات الحشريه اللي بحطوها على الفواكه والخضار فيها مواد زي الساليسيلايت والامور هاي بتزيد من نسبه الانتولرانس عند الاجسام، فهل هذا في منه ولا مش متاكد؟ يعني المواد الكيماويه بشكل عام صعب تكشفها، بس انا بقولهم باختصار اللي دائما بيجيني وبيشك في هاي الشغله، طب تفضل حضرتك كل بس الاورجانيك فروت لاربع اسابيع، رجعنا نفس النقطه، يعني اعراضك راحت ارجع كل من الثانيين، اعراضك رجعت اذا something added لهذول الفواكه سواء بالبستيسايد من برا او في اشياء من جواها في التعديل هو اللي عملت لك هيك، يعني باختصار. اما اذا اكلت الاورجانيك وما نفع معك معناته نظريتك غلط، او اللي بيبيعك الاورجانيك كذاب وبحط هاي الاشياء، فيعني ملهاش حل، ملهاش جواب قطعي الا بالتجربه. طب دكتور هلا بنيجي للعلاج، يمكن هذه النقطة اللي برضو فيها فرق كبير بين الالرجي، يعني اللي بصير مع الالرجي يا باخذ ايبيبن او اذا الالرجي وهذا باخذ انتي هيستامين مضادات الحساسية وان شاء الله بيمشي وضعه. طب الانتولرانس شو الدواء اللي راح ياخذه؟ ما في اي علاج غير انك تجد السبب وتبعد عنه فقط لا غير. يعني طبعا في ناس بيحكوا لي اخذت الانتي هيستامين وبرتاح عليه، ارتحت عليه كمل عليه. يعني انا ما الي في موضوع على فكره انه يعني حتى بعض الاطباء بعرضوني في هذا الشيء انه انت دارس في كتاب وعارف انه الانتي هيستامين ما بفيد. لا انا مش جاي اقاتل الناطور. الانتي هيستامين نفعك، الانتي هيستامين ما له اعراض جانبيه سيئه، انا ما بحكي عن انه ياخذ دواء حيضره، فما دام الدواء ما بيضر وانت حاسس انك تحسنت عليه كمل عليه ما عندي مشكله. يعني اللي برايحك يعمله، بس طبيا على الورق اذا ما بعدت عن الشيء اللي عامل لك الانتولرانس ما في حل. او في حاله اللاكتوز انتولرانس فيك تاخذ البديل، لانه هاي اللاكتوز هي حاله يعني الخاصه، اذا بتاخذ حبوب اللاكتيز او اللاكتيد هي فيها الانزيم اللي ناقصك، خمس دقائق قبل ما تشرب كوبايه الحليب ما بصير معك شيء. ملك انتولرانس كمان حاله خاصه، هي تعتبر انه الدوز لها دور، يعني اذا شرب كوبايه حليب حيصير عنده الاعراض، اذا شرب ربع كوبايه ما حيصير الاعراض. فانا بقول له اشرب اربع ارباع كوبايات على مدار النهار من الحليب اللي انت محتاجه ما صار معك اعراض. ففي اشياء يعني بتلتف على الموضوع حسب نوع الانتولرانس، بس مش دواء، ما في دواء تعطيه ويروح منه، ما في حل. دكتور انت حكيت عن شغله، طبعا دكتور مخلص بقول رغم كل هالسنوات اللي موجود انت في كندا الا انك تملك الكاريزما للطبيب العربي الفهمان الواقعي الغير خايف من الوضع، يعطيك العافيه. انا يمكن ساعدني برضو اني مارست مهنتي حتى قبل كندا في دوله مش عربيه، فتخصصي كان هناك، فتعلمت شغله من بروفيسور اسمه جورو ديشر، يعني حذكره بالخير. هذا الانسان لا انسى التعامل الواقع مع الامور هو اللي تعلمته منه بصراحه. مره كان عندنا مريض اطفال عمره 11 سنه، كان عنده مرض نادر جدا مش موجود حتى في كندا نهائيا، منه لا يحس بالالم نهائيا، لو جبت منشار وقطعته ما حيكون طيب نهائيا. طبعا مشكلته هذول بيلتهب عندهم المفاصل وهذا وما بيعرج، ليش؟ انه العرج بسبب الالم، فانت ما حتعرج، حرجلك ركبتك تنتهي وانت بتمشي عادي. بعض اصابعه لما بده يتسلى بيقطع صبعه، لما بده يتسلى بلسانه بعض نص لسانه بيبلعه. مره دخل نكاشه الاسنان في منخاره طلعها من عينه وانعورت عين عنده، ما فيش احساس بالالم. هاي كارثه على فكره، يعني الواحد ما بيحس في قيمه الالم الا لما يشوف هذول المرضى. فهو كان عنده رجلين مقطوعات وايده الشمال من عند الكوع، فما ضل غير ايده اليمين
ومتوقع أن يموت خلال سنتين ثلاث، يعني إلا الالتهابات الضرها تستمر في جسمه لأنه ما بيحس في الألم، فما حيقول أي من أي التهاب بيحصل له. فمرة بدخل عليه المريض فبقول لي دكتور بدي سيجارة. قلت له مجنون أنت، 11 سنة وبالمستشفى وبدك سيجارة؟ انسى. فرايح بشوف بروفيسور جوردشر بقول له إبراهيم بالغرفة هيك بده سيجارة. قال له شو عملت؟ قلت له مستحيل. قال لي احمل حالك وروح جيب له باكيت دخان. أقول له أنت بتحكي عن جد؟ قال لي أحمد الدخان في شو حيضره؟ قلت له بضر، أنت عارف بعمل لان كانسر بخرب. قال لي أنت متوقع إبراهيم يعيش يشوف لان كانسر بعد 50 سنة؟ إنسان ما ضللوش في الحياة غير سنة سنتين. كن واقعي، بيبسط الدخان، بيبسط ويحشش، يتفضل ياخذ، يطلعه برا القسم، بتخلي ممرض يروح معاه للشجرات اللي بساحة المستشفى، يدخن سيجارته هناك ويرجع، وانت روح جيب له باكيت الدخان على حسابه. كانت اول مره ويمكن اخر مره في حياتي بشتري باكيت دخان لطفل في مستشفى. كمان انا الان على فكره من الناس اللي مقتنعين بوجهه نظر البروفيسور جوردشر، يعني ما تاخذ الطب بالاسلوب التقليدي اللي عندنا، هذا ممنوع هذا مسموح. باي بوك زي ما اذا الممنوع ما بيضر، لا ضرر ولا ضرار، ماشي فيها هاي القاعده هناك. برضو مره كان عندنا عائله بدويه في النقب ودخلوا على المستشفى وكان عندهم مرض يعني لا يرجى شفاؤه نهائيا، حالة خاصة جدا مثل كرونز ديزيز، ولكنه من الولادة يعني موروث عنده، وما بيقدر يهضم أي نوع طعام نهائيا، لازم يأخذ دواء التي بي أن بنسميها توتال بارنترال نيوتريشن، لازم يأخذ كل البروتينات والأشياء اللي محتاجها في الوريد. فالأهل مش مقتنعين إنه الطب صح، كنتم مش لاقين له دواء، إحنا لقينا دواء في وحدة ختيارة عندنا في القبيلة بتعالج أي شيء، هي مشعوذة كانت فعليا، فجابوها على المستشفى وحكت إنه أنا هذا حله بسيط عندي، لازم ندهنه بالبيض من رأسه لرجليه كله وهو يعني عاري الطفل، وبعديها منجيب سلسلة الذهب ومنمشيها فوق البيض على رجليه وعلى جسمه كله. فأنا طبعا كنت المسؤول وقتها على القسم، قلت لهم لا أنا هذا التخبيص ما بسمح فيه بالقسم. سمع بروفيسور جوردشر نفسه ناداني قال لي مالك ليش عامل هيك؟ قال لي هل هاي حطة البيض حتضر الطفل؟ قلت له شو ريحته بتطلع؟ الإنسان ريحته هل حتموته حتضره إذا حط بيض عليه؟ قلت له لا. قال طب المريض هذا أنت عارف إنه حيموت يعني بعد فترة قصيرة، إذا مات وأنت ما كنت سامح في هذا العلاج، أهله حيظل في بالهم إنه هذا الدكتور الحقير لو سمح إلنا نعالجه بالطريقة الفلانية كان ممكن يعيش. طب أنت لحق العيال لباب الدار، ما دام رجعنا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ما حيضر الطفل، لا تخلي الإيجو الطبي تبعك يقول لك أنا ما بسمح بهيك تصرفات. لا، فعلا جبناها المشعوذة وحطت البيض ومشت سلسلة الذهب وعملت كل هالحركات وعلى الفاضي طبعا، وبعدها باقل من 3 أسابيع فعلا توفى. بس على الاقل انت بتحس انه هي اعطيت الاهل الفرصه انهم يجربوا كل شيء، لانه الغريق بتعلق بقشه مثل ما بيحكوا. طيب وخلص يعني الاشياء. ففكره انه مثلا بعض الاطباء، انا ضد الطب الشعبي، او انا مش ضد شيء بس بشرط يكون ما يضر ويثبت بعديها مع الوقت انه بينجح اذا انا بدي اوصى عليه كعلاج. ففكره الرفض فقط لاجل الرفض، ولا لاني انا دكتور انا ضد الناشيروباث، لا انا مش ضد الناشيروباث في كل شيء، في اشياء مثبته فعليا وانا بستعملها حتى في الطب العادي، وبعطي اشياء ناتشرال لما اكون انا عارف انه فعلا الها مصداقيه. واضح، هذا ردك على الدكتور مخلص. شكرا شكرا. طبعا في سؤال اخير خلينا يكون، معلش عذرونا عشان الوقت، حساسيه اكل السمك، انت حكيت عن الانتولرنس بس هون سؤال على الحساسيه. اذا حساسيه هايفز او سوولن ليبس او هيفي بريثنج او ويزنج، طبعا لها فحص الجلد العادي زيها زي حساسيه ثانيه، وبنعمل فحص الجلد وخلال 10 دقائق بيكون طالع الجواب بيحكي لك عندك حساسية سمك أو لا. طب دكتور هذا الفحص اللي بتسووه أنتو بشكل عام، فحص كل شيء ولا الشغلات بس الجين اللي أو البروتينات اللي موجودة عندك؟ هي بفحصوا يعني بيكون عندنا سيرمز أو إكستراكت بيكون محطوط فيها خلطة البروتينات اللي بتعمل تحسس من هذا الأكل، مش شرط يكون بروتين واحد، في مرات بيكون 4 بروتينات من نفس الأكل بيكونوا مخلوطين فيها. المشكله مرات انه في بعض الاكلات اللي نادر ما تعمل تحسس، يعني مثلا الخيار نادر ما يعمل تحسس عند حد، ما بقولش انه ما بيعملش بس نادر، فيكون عندك اكستراكت للخيار، لانه المصنع اللي بيصنع الاكستراكت شو جابه يعمل شغله اللي ممكن دكتور او اثنين في كل كندا يشتروها منه بالسنه. فهي الحاله بنقول للاهل جيب الخياره معك، فاحنا بنغز الخياره بالابره وبعديها بنغز الجلد، لان يعني احنا فعليا دخلنا له الخياره تحت الجلد، فاذا في عنده تحسس حتبين عليه. هاي كمان مهم النقطة مع بعض المرضى، لأنه مرات بيزعلوا منا في العيادة بيكون مكتوب إنه حساسية بيض ونطس، فإحنا مجهزين عندنا البيض والنطس إكستراكت. بعد ما يشرف على العيادة بعد بشهر من من حجز له وقلنا وأنا شاكك كمان الخيار والبرتقال، طب أنت ليش ما حكيت من أول على التلفون؟ ما أنت لو حكيت هنقول لك إنه هذا مش موجود ولازم تجيبه معك، ما أنا فكرت عنكم كل شيء. طب أنا سوبر فارم بالعيادة ولا شو بسموه هذه
فارم بوي انا ولا عياده هون؟ مش حيكون عندي كل هالفواكه والخضروات بالعياده يعني محتفظ فيها. دائما كل العياده شو هو من اللي شاكين فيه على اساس نحكي لهم يجيبوها معهم للاشياء اللي مش كومن، اللي كومن لها اكستراكت بس اللي مش كومن لازم هو يجيب الماده معه. اوكي، هو كم ابره بتكون تقريبا، كم ماده بتفحصه؟ هي حسب القصه برضو، هاي من اغلاط بعض الاطباء للاسف قبل المرضى انه يلا نفحص 50 شغله ونعمل بيلينج، ليش لا طلع لنا قرشين زياده. غلط تفحص شغله هو اوريدي باكلها، يعني واحد كان بياكل امبارح بينات بتر، افحص اليوم للبينات لشو؟ طب ما هو اكلها امبارح وما صار شيء. فالفحص لازم يكون بناء على القصه في حاله الالرجي، انه هو اكل بيض وصار معه هيك، او والله اكل بيض وبينات ومش عارف مين فيهم فبعملوا له البيض والبينات، بس اجي اعمله والله تعال نعمل لك 11 نطس واربعه على الايج والبيض والويت والسوي والفش والشلفش وليش لا اللي ببلاش كتر منه. غلط، لانه ممكن يطلع لك الفولس بوزيتيف نتذكرها وينحسب انه الرجي وهو مش الرجي وضله طول عمره بيبعد عن الاكل على الفاضي، هذا حرام. طب في سؤال اخير جانا دكتور على وهذا انا بوعدك اخر واحد، اخذنا وقت كثير منك. معك. هل بسبب هارت بيرن الفود انتوليرنس؟ ممكن يسبب ريفلكس وبالتالي هارت بيرن. بس زي ما حكينا انه مش شرط يكون الهارت بيرن لاكل معينه، اذا لاكل معينه بيكون انتوليرنس، بس مرات ما بيكون لاكل معين، يعني بقول لك انا لو شو ما اكل بصير معي هيك، معناته مش موضوع اكل، هذا موضوع انه الصمام اللي بين المريء وبين المعده مرخي عنده، فكل ما يستلقي شوي او في الليل بتلاقيه بيرجع الاكل لحاله، يعني ما بيكون انه اكل معينه، ممكن اكل تخليه أسوأ بس مش هي السبب، يعني هو موجود وبعض انواع الاكل بتزيده بس مش هي السبب. يعني الموضوع طويل وطبعا موضوع كبير، واحنا بنحكي عن فرق بين مرضين يعني يدرسوا بالطب بساعات واشهر وفي تخصصات فيهم، فاحنا حاولنا اليوم نختصر قدر المستطاع. الكل بشكرك، بعطيك المايك اخر دقيقه اذا بتحب تحكي اي شيء ما حكيناه او نسيناه. لا الحمد لله غطينا اغلب الامور، هي اهم شيء عندي انه الناس ما تضلهاش تخلط بين الانتولرنس والالرجي، هي وظيفه بصراحه الاطباء يعلموا هاي الاشياء بس مش الكل فاضي يعمل هيك للاسف، بس هيك برامج هي اللي بتوعي الناس الها ما يبعدوش عن الاكل لانهم خايفين من الالرجي. يعني انا في لحظه اني خايف من فود الالرجي عشان في حد في الاسره عنده الالرجي، انا تحديدا لهذا الطفل هو اللي لازم ابدع على الاكل اللي انا خايف منه ابدر ما يكون، وكل ما يكون ابدر بيكون سيفر، لانه كل ما تاخرها نسبة الأنافلاكسس بتكون أعلى. فذا سونر ذا بيتر، بعرف أنها مخيفة بس ذا سونر ذا بيتر سيف. والصفر حالات في كندا من 100 سنة إنه حدا يموت من فود ألرجي تحت السنة، كله بصير في الأولاد اللي أكبر. طبعا دكتور إحنا إن شاء الله راح تكون معنا في لقاء آخر عن موضوع الأكزيما، لأنه هذه من المواضيع اللي كتير بنحكى فيها وبيسألوا فيها الأهالي خاصة على أبنائهم، فتابعونا إن شاء الله في حلقات جمال الصحة. بذكركم بحلقات غدا، حلقات غدا إن شاء الله الساعة 5 حيكون لنا حلقة مع مستشار هجرة نتكلم عن موضوع الفيزا، الفيز بشكل عام، كيف طريقة إنك تقوي ملفك للحصول على الفيزا إلى كندا. الساعة 7 حيكون لنا حلقة رائعة مع مستشارة تنمية بشرية في جمال الحياة مع ريم، والساعة 9 إن شاء الله حنكون في حلقة مميزة مع زملاء وأصدقاء من إذاعة كالجاري بالعربي والساقية في كالجاري، هيتكلموا عن برنامج رائع، فكونوا معنا غدا وأهلا وسهلا فيكم. وإن شاء الله بنشكر الدكتور باسم كنار تي في وباسم كل المشاهدين اللي علقوا وسألوا، معلومات جدا مهمة، يعني جزاك الله خيرا، أنا عارف أخذنا من وقتك ومن وقت العيلة كثير، بس بنشكرك كثير دكتور. نقول للجميع تصبحوا على خير، وإن شاء الله أيامكم تكون كلها بعيدة عن دكاترة الإلرجي والإلرجي، وتكون أيامكم كلها حلوة إن شاء الله. تصبحوا على خير.